كثر الحديث عن الفارق الكبير الذي ستحدثه تقنية الجيل الخامس في مجال الإنترنت من السرعة الهائلة والقدرات التي ستوفرها هذه التقنية. في هذا التقرير نعرض بعض أساسيات عمل هذه التقنية. بعض الأساسيات التقنية تستخدم شبكات تقنية الجيل الخامس التي تم إطلاقها حديثا: إشارات الراديو التناظرية على ترددات مختلفة لنقل البيانات، والإشارات الصوتية من أبراج الخلايا أو أجهزة الإرسال الأخرى إلى هاتفك أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت. المودم عنصر مهم في جميع هذه الأجهزة، حيث يستقبل الإشارة عبر الهوائيات المدمجة وأجهزة أخرى، ويحولها إلى شكل رقمي. في الاتجاه المعاكس، عندما ترسل رسالة نصية وتتصفح موقع ويب وتجري مكالمة صوتية، يأخذ المودم الإشارة الرقمية من داخل جهازك ويحولها إلى صيغة تناظرية، ثم يرسلها عبر هوائيات جهازك مرة أخرى إلى شبكة الاتصال. تعد أجهزة المودم أجهزة أساسية للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، ولهذا السبب اشترت أبل شركة أنتل مودم للهواتف الذكية مقابل مليار دولار. أحد الاختلافات الرئيسية لتقنية الجيل الخامس هو الترددات المستخدمة لنقل هذه الإشارات من وإلى الشبكات الخلوية. بينما تستخدم جميع هواتف الجيل الثالث والجيل الرابع الحالية في الولايات المتحدة ترددات أقل من 3 جيجاهيرتز، فإن معظم الإجراءات في الجيل الخامس ستكون بترددات أعلى. ستتمكن هذه التقنية من نقل البيانات بمعدلات أسرع تصل إلى 6 ضعف سرعة متوسط شبكات GLTE 4 الحالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. هل ستتمكن أجهزتي من التعامل مع 5G؟ لا يمكن لجميع الأجهزة دعم جميع الترددات، كما أن ليس كل الشركات تستخدم جميع الترددات. تركز شبكات الجيل الخامس المبكرة من AT&T وفيريزون في أمريكا على الموجات الملمترية، وتتطلب هواتف أو أجهزة أخرى مزودة بأجهزة المودم والهوائيات التي تدعم ترددات الموجات الملمترية. إذا كان لديك هاتف 5G قادر على استخدام الموجات الملمترية، وكنت على مقربة من جهاز إرسال يولد موجات ملمترية، فيمكنك الحصول على أداء مذهل تماماً. شركات الهواتف الذكية بدأت في إنتاج هواتف تدعم خدمة 5G. تحديات تقنية لام 5G الموجات الملمترية لا تغطي مساحة كبيرة، وبالتالي لكي تستفيد من السرعة التي توفرها هذه التقنية، يجب أن تكون قريباً من أبراج الإرسال 5G، لكن تستفيد من نطاق الشبكة، يجب تثبيت العديد من أبراج 5G ذات القدرة الموجية الملمترية في أماكن متقاربة. ارتفاع تكلفة بناء محطات شبكة الجيل الخامس، حيث تتجاوز 6000 دولار في الولايات المتحدة. الجيل الرابع الجيل الخامس لن تحل شبكة الجيل الخامس محل 4G بالكامل، بل ستعمل بدلا من ذلك إلى جانبها. من بين فوائد الانتقال إلى شبكة
5G أنها تجعل أداء شبكات 4G لدينا أفضل. تعمل شركات الاتصالات الكبرى على تحديث أجهزة 4G LTE الحالية للاستفادة من التطوير المعروف باسم LTE Advanced. تحتوي العديد من الهواتف الذكية الحديثة على أجهزة مودم 4G LTE متقدمة مدمجة، لذلك من الممكن بالفعل الحصول على سرعات تنزيل تصل إلى 150 ميغابيت في الثانية. ستظل أجهزة وشبكات 4G مفيدة للسنوات القادمة.